بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم اعزائي في لقاء جديد درسنا اليوم عن الترجمه ساعلمكم اليوم كيف تترجمون فقره من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه وكيف تطبقون القواعد النحويه اثناء الترجمه هيا بنا اعزائي فلنبدا على بركة الله. حيّا بنا أعزّائي دعونا نقرأ القطعة معا. Every summer, Nancy goes to the countryside for a month. She stays at her uncle's farm and helps him. She works very hard, but she likes it because she loves spending time with her cousin Mary. Every morning she collects the eggs and feeds the chickens. After breakfast, she helps her aunt with the house chores for an hour. She can't wait to play with Mary. حان الوقت اعزائي لننظر معا في ترجمه المفردات التي قد يصعب عليكم ترجمتها نترجم every بكل كل اما كلمه سما فنترجمها بصيف والفعل goes عند ترجمتها نكتب تذهب بالنسبة لكلمة countryside فنترجمها بريف ونترجم كلمة month بشهر بعد أن ترجمنا الكلمات التي تبدو صعبة لكم، دعونا الآن نترجم الجملة. Every summer, Nancy goes to the countryside for a month. Every summer، نكتب كل صيف Nancy goes to. نانسي goes (تذهب نانسي إلى) لاحظوا أعزائي أننا بدأنا بالفعل ثم الفاعل ويجوز كذلك أن نبدأ بنانسي ثم نأتي بالفعل "تذهب" لا تنسوا أعزائي أن الفعل (تذهب) يتبعه حرف الجر إلى. The countryside نُترجم هذه الكلمة فنقول (الريف) ونُترجم the بال For a month نترجم هذه العباره ب لمده شهر اعزائي مع ان كلمه مده ليست موجوده في النص الانجليزي الا اننا اضفناها عند الترجمه لان الاسلوب يتطلب ذلك لاحظوا ان الاداه إيه إ لا تترجم في اللغه العربيه هيا بنا اعزائي نواصل مع ترجمه المفردات التي قد يصعب عليكم ترجمتها نترجم الفعل stays ب تعيش او تسكن نترجم أت ب عند او في اما كلمه انكو فنترجمها ب عم او خال وعند ترجمه فام نكتب مزرعه بالنسبه للفعل helps فنترجمه ب تساعد والان اعزائي فلنترجم الجمله she stays at her uncle's place and helps him she stays نترجم هذه الجملة ب تعيش ولا حاجة لترجمة الضمير شي هنا at her uncle's place نترجمها ب في بيت عمها كما لاحظتم عند ترجمة Uncle's Place كتبنا بيت عم فترجمنا بيت أولا ثم عم وهذه العبارة في النحو تسمى الإضافة and helps him نترجم هذه الجمله كالاتي وتساعده فلنواصل اعزائي بترجمه المفردات التي قد يصعب عليكم ترجمتها في اللغه العربيه نترجم works very hard ب تجتهد كثيرا او تعمل بجد والفعل likes نترجمه ب تحب واداه الربط because نترجمها ب لان أما spending فنترجمه ب قضاء أو تقضي وعند ترجمة كلمة كزن نكتب ابنة عم هيا بنا أعزائي دعونا نترجم الجملة كاملةً She works very hard but she likes it because she loves spending time with her cousin Mary. نترجم الجمله she works very hard ب تجتهد كثيرا لاحظوا اعزائي اننا لم نترجم الضمير she ونترجم but she ب ولكنها لاحظوا اعزائي اننا ترجمنا شي بالضمير المتصل ها وليس بالضمير المنفصل هي عند ترجمتي likes it نكتب تحبه because she نكتب لانها لاحظوا اعزائي اننا ايضا ترجمنا she بالضمير المتصل ها loves spending time نترجم هذه الجمله ب تحب قضاء الوقت with her cousin Mary مع ابنه عمها ماري لاحظوا اعزائي ان كلمه كازين تترجم في اللغه العربيه بكلمتين فلنواصل اعزائي بترجمه المفردات الفعل كولكس يترجم ب تجمع ونترجم كلمه اجز باسم الجمع البيض وبالنسبه للفعل feeds فنترجمه ب تطعم وكلمه chickens تترجم ب الدجاجات والان اعزائي حان الوقت لترجمه الجمله كاملة. Every morning she collects the eggs and feeds the chickens. نُتَرجِمُ every morning ب كل صباح. She collects. تَجْمَعُ. لاحِظُوا عدم ترجمة الضمير المنفصل شي في اللغة العربية The eggs نكتب البيض And feeds نترجم الجملة ب وتطعم The chickens الدجاجات تعالوا بنا أعزائي نترجم المفردات أولا breakfast الفطور helps تساعد أنت عمّة أو خالة house chores الأعمال المنزلية an hour ساعه حيّا بنا أعزائي نترجم الجمله After breakfast she helps her aunt with the house chores for an hour نترجم after breakfast ب بعد الفطور عند ترجمة she helps نكتب تساعد أما ها أنت فنكتب عمتها ونترجم with the house chores ب في الأعمال المنزلية نترجم هذه العبارة for an hour ب لمدة ساعة لاحظوا أعزائي أن الأداة أن لا تترجم في اللغة العربية هيا أعزائي Wait تنتظر أو الانتظار. play تلعب. والآن فلنترجم الجملة. She can't wait to play with Mary. نترجم she can't ب لا تستطيع. ونترجم wait بالانتظار. الانتظار وعند ترجمه to play نكتب حتى تلعب لاحظوا اعزائي اننا ترجمنا to هنا ب حتى with Mary نكتب مع ماري أعزائي لقد وصلنا إلى نهاية الشرح أرجو أنكم فهمتم الطريقة الصحيحة للترجمة إلى أن نلتقي مجدداً تقبلوا مني تحيات الحارة